أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من الجزيرة نت. ليلة دامية في بغداد وتحذيرات من انفلات أمني وعقوبات أمريكية تستهدف سياسة وقادة الفصائل. في الهيئة نت، في هجوم مسلحة قتل 6 متظاهرين وإصابة عشرات وسط بغداد. العرب اللندني، عقوبات أمريكية على قادة ميليشيات في العراق أعطوا أوامر بقتل المحتجين. في القدس العربي، وزير خارجية قطر، هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية. في العربي الجديد، حصيلة جديدة لقتل مجزرة بغداد وانتقادات لصمت القوات الأمنية. عربي 21، صفعة أوروبية لجونسون ودبلوماسية تستقيل لغياب الشفافية. في الشرق الأوسط العراق، قتل المتظاهرين يواكب العقوبات الأمريكية. السياسات المنغلقة غير الواقعية في العراق بل والمستوردة التي لا تنمو في بيئة العراق وربما تستفحل حالتها المرضية لتصل إلى درجة لا تحمد عقباها بسبب غياب القيادة العراقية الخالصة المنقذة للبلد من الآفات القاتلة للمجتمع كافة. هذا ما جاء في مقال الكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. يعاني غالبية السياسيين العراقيين والكتل الحاكمة اليوم مما يمكن تسميته بفيروس نقص المناعة السياسية، والمتمثل بعدم قبول أكثرية هؤلاء من قبل المتظاهرين الذين ينادون بضرورة مغادرة جميع السياسيين لمناصبهم وتقديم القتلة والمجرمين إلى المحاكم بمن فيهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. أرى أن من أهم أسباب هذا الفيروس السياسي الضارب للعراق إدمان سياسة التدافع السياسي غير النقي والمتمثل بسحق حقوق مكونات كبرى من أبناء الوطن وتضييع حقوقهم. غياب القوات الأمنية الخالصة وتغول الأحزاب التي تقودها عصابات ميليشياوية، سعي غالبية السياسيين للظفر بالمناصب ليحصلوا على المغانم السريعة وغير النظيفة عبر بوابات المناصب العليا والوزارات التي أصبحت باباً للثراء الحزبي والشخصي وليست مواقع للبناء والعطاء وخدمة الوطن. التلوث بداء الطائفية والسياسات المنغلقة غير الواقعية بل والمستوردة التي لا تنمو في بيئة العراق وربما تستفحل حالتها المرضية لتصل إلى درجة القتل. ويضيف الكاتب، يجب تفكيك المنظومة السياسية القائمة وتميع الآفات الطائفية والحزبية المقيتة وتقديم مصلحة العراق العليل على كل المصالح الفرعية الجرثومية. إما أن ينتصر الثوار أو ينتصر صولجان القاسم سليماني وأحزابه وميليشياته، وهذا كما يبدو وكما هو واقع لن يكون ما دام في النجف والناصرية والبصرة وبغداد والموصل وتكريت والرمادي والفلوجة شعب عراقي متحرر من الخرافة ومن الطائفية والعنصرية. هذا ما قال الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. من أهم وأشرف وأنجح إنجازات ثورة تشرين أنها رسمت حدا فاصلا بالقلم الأحمر العريض بين عراقيين اثنين، عراق أبيض عاقل عادل ونزيه أصحابه بالملايين لا يريدون سوى الحرية والأمن والعيش الكريم، وعراق آخر مغلق أسود مسور بجدران الإسمنت والحديد والنار يسكنه رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزراء ونواب ورؤساء كتل وقادة أحزاب يمارسون السرقة بالدين والخرافة والخديعة والقتل والاختطاف، ورجال دين يباركون فسادهم وقضاء وهيئات نزاهة تحميهم وتتستر على فضائحهم، ومفوضية انتخاب تفصل لهم ديمقراطيتهم المغشوشة، وسماسرة ومصارف تعاونهم على تهريب الملايين المنهوبة إلى الخارج،
وبنك المركزي يشرعن هذه الخيانة، وتجمعات وتيارات وتنظيمات سنية وكردية انتهازية مستفيدة تأكل مع القاتل وتبكي على المقتول. أما الذي يأمر في هذا العراق الأسود ويطاع ويدير شؤونه الصغيرة قبل الكبيرة فهو جنرال آتم وراء الحدود. والمشكلة أن سكان هذا العراق الأسود المغلق جميعاً ومنذ أن اشتعلت الثورة التشرينية لا ينامون ولا يهدؤون، يتشاورون ويتسابقون في اختراع المشاريع وتعديل القوانين والبحث عن رئيس وزراء جديد يسكب الماء البارد على رؤوس الثوار ويمنيهم بالعسل والمن والسلوى ويعيدهم إلى منازلهم، ولكن بمواصفات قاسم سليماني المقيم في المنطقة الخضراء. فإما إذن أن ينتصر الثوار أو ينتصر صولجان قاسم سليماني وأحزابه وميليشياته وأوكلائه الفاسدين. ذكرت مصادر طبية عراقية مساء الجمعة أن عددا من المتظاهرين قتلوا وأصيب آخرون بجروح، وذلك بهجوم نفذه مسلحون بسيارات رباعية الدفع على المتظاهرين الموجودين في منطقة السنك ومرآة بالسيارات القريب منها وفي ساحة الخلان أيضا ثانية ساحات التظاهر في بغداد من حيث الحجم والحراك الشعبي. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العرب الجديد. وفيما تناقل ناشطون معلومات تحدثت عن أن المهاجمين يتبعون ميليشيا النجباء والعصائب من دون أي تأكيد على ذلك، أضرم المهاجمون النار بعدد من المباني قبل هجومهم على المتظاهرين بأسلحة خفيفة. وتحدث ناشط بالهاتف للعربي الجديد عن وجود قناص يطلق النار على المتحصنين في مرآب للسيارات بمنطقة السنك وسط بغداد، مؤكد أن الأجهزة الأمنية القريبة من ساحة التظاهر لم تشتبك مع المسلحين ولم تأخذ دورها بحماية المتظاهرين. من جهته أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي القريبة من الساحة للعربي الجديد وصول عدة قتلى ونحو 40 جريحا، وتأخذ التظاهرات العراقية منحا خطيرا بعد هذا التطور، إذ إن هذا الهجوم والذي سبق بهجوم يوم أمس بالسكاكين والآلات الجارحة يؤكد وجود محاولات خطيرة لإنهاء التظاهرات. هذا أكد ناشطون أيضا في ساحة الخلاني ومسعف طبي للعرب الجديد أن 16 قتلوا في حصيلة أولية بهجوم مسلحين في سيارات من دون لوحات تسجيل على المتظاهرين. نشرت مجلة إيكونومست في عددها الأخير تقريرا عن التطورات السياسية في العراق، قالت فيه أن النخبة الحاكمة التي تدعمها إيران تتمسك بالسلطة مع أن المتظاهرين لم يتنازلوا بعد عن مطالبهم. ووصلت الأمور إلى ذروتها في 29 من تشرين الثاني نوفمبر عندما دعا السيستاني لتغيير الحكومة، فرد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بالاستقالة، إلا أن المحتجين والنخبة الحاكمة تعرف أن رحيل عبد المهدي ليست نهاية اللعبة، بل هي بداية لعبة جديدة ومعركة عنيفة حول الحكومة المقبلة، وقد تقود إلى دور إيراني أكبر. واستمر عادل عبد المهدي في عمله، لكن أمراء الحرب الشيعة هم من سيقررون خليفته بعد مشاورات مع إيران، وعدد منهم يريدون رئيس وزراء لا يرحم، ويزعم هادي العامري وقيس الخزعلي أنهما يقودان كتلة في البرلمان ويديران ميليشيات قوية ويعملان مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وكلهم يريدون نشر التأثير الشيعي في كل المنطقة ويتعاملون مع التظاهرات كتهديد، ويفضل بعض حلفائهم استخدام القوة لتنظيف الشوارع من المحتجين. وبالنسبة للساسة السنة والأكراد الذين لهم نصيبهم في نهب الدولة يمقتون الحديث نيابة عن المتظاهرين وخلقلة الوضع القائم، ويخشى عدد من رجال الدين إغضاب إيران أو فقدان المصداقية لو لم تستمع لهم الحكومة.
وعلى الرغم من أعداد القتلى إلا أن المعنويات عالية، فهناك أجواء احتفالية في المدن العراقية. العراقيون ينتفضون دفاعا عن الثوار، ميليشيا النجباء والعصائب استهدفتهم بأسلحة بيضة، مع تقرير لموقع كتابات. استنفار من مناطق العاصمة العراقية كافة دفاعا على المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير بعد بدء الميليشيات العميلة لإيران تنفيذ خطة قائد فيلق القدس ومسؤول الملف العربي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الهادفة إلى طردهم من ساحة التحرير لإخماد الثورة، إذ أكد صحفيون وناشطون في ساحة التحرير وسط بغداد تورط ميليشيا النجباء التابعة لإيران بالتنسيق مع الاستخبارات الحكومية واستخبارات الحشد الشعبي التابعة لأبو مهدي المهندس وفالح الفياض بالهجوم على المتظاهرين قرب جسر السنك. اللافت أن عناصر تلك الميليشيات كتبوا كلمة سليماني على جدران المرآب القريب من الجسر في إشارة إلى تنفيذهم خطة قائدهم قاسم سليماني. هجوم ومجزرة حصلت في السنك والخلاني، هكذا جاء في التقرير. أظهر مقطع مصور قصير عده ناشطون سوريون في الشمال المحرر حجم الكارثة السورية التي تنتظر الأجيال الراهنة والمستقبلية وتنتظر العالم كله بتقاعده وتخليه عن مسؤوليته لتوفير أدنى مقومات التعليم لنصف مليون طالب في الشمال المحرر يسكنه أكثر من 4 ملايين شخص رفضوا أن يعيشوا في جمهورية العبيد المحتلة من احتلالات متعددة استجدتها العصابة الطائفية على مدى عقد من ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية. هذا ما جاء في مقال الكاتب أحمد موفق زيدان في صحيفة العرب القطرية. آلاف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية مهددة بالإغلاق والتوقف، وتزداد المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء وصعوبة حصول هذه المدارس التي قد تنجح لسبب أو لآخر في فتح أبوابها بتوفير مادة المازوت للتدفئة، حيث الجو القارس المعروف في الشمال المحرر، وتتضاعف المعاناة مع ندرة المازوت وارتفاع سعره، والليرة السورية تهوي أكثر فأكثر، مما يهدد المناطق السورية المحتلة الخاضعة لسيطرة العصابة الطائفية وسدنتها المحتلين بانتفاضة جوعة، كما يتوقع البعض بدت معالمها بدعوة بعض الصفحات الموالية للنظام إلى مظاهرات احتجاجية على تدهور الوضع المعيشي، ومقاطع فيديو لفنان موالي للنظام وهو يبكي لافتقاره إلى 10 ليرات فقط منذ 3 أيام يشتري بها خبزا يسد جوعه، بينما 10 ليرات اليوم لا تعادل نصف سنت أمريكي أو أقل. الشمال المحرر أطلق دعوات ومناشدات وحملات داخلية وعالمية من أجل دعم تمويل التعليم، وناشد الجميع الاتحاد الأوروبي استئناف تمويله، لا سيما أن الجهل والتجهيل سينتج جيلا خطره على غير السوريين ربما أكثر من خطره على سوريا. الخليل رويدا رويدا، تقضم إسرائيل البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة باستمرار سيطرتها على الأملاك والعقارات الفلسطينية وتحويلها لمستوطنات يهودية. والأحد الماضي وافق وزير الدفاع الصهيوني نفتالي بنيت على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة سوق الخضار بالخليل، وهو ما رفضته الحكومة الفلسطينية وصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بحسب القناة 13 العبرية، فستهدم مباني السوق المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرا، وستبنى متاجر جديدة مكانها مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية من دون مزيد من الإيضاح. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.